مساء الخير يا جماعة. حقيقة فيديو اليوم رح يكون حزين شوي، رح يكون هيك مضبب باليأس بالإحباط وبنفس الوقت بالإيمان المطلق بقضاء الله وقدره. فيديو اليوم يمكن يكون سريع شوي لأنه أنا ما رح أحكي التفاصيل. أنا رح أحكي أنه قبل فترة فقدنا فنان مميز جدا، فنان خامل صوته جدا رائعة، يمكن لأنه غاب فترة طويلة ما أخذ حقه كتير، لكن عن جد صوته مميز وعن جد إله نبرة خاصة نوعا ما لكنها متشابهة مع فنان كلنا منحبه، فنان كلنا كمان ربينا على صوته اللي هو الفنان الكبير جورج وسوف. وأنا هون بدي أحكي عن الفنان الراحل جورج الراسي، وما أصعب كلمة الراحل لما تقترن باسم إنسان كان قبل أشهر أو أيام أو ساعات بيننا، ما أصعب هالكلمة لما تصير متلازمة مع اسم كان لامع ومحبوب ومرغوب من عدد كبير من الناس. أنا يمكن مش من أكبر المتابعين للفنان الراحل جورج الراسي، لكن فعلا فقدانه شكل حالة استثنائية بالنسبة لي لأنه كسر إشي جواتي ويمكن ذكرني بأحداث مرت بحياتي كانت مؤلمة بتتشابه مع خسارة الفنانة نادين الراسي لأخوها، لأنه أنا كمان فقدت أخوي كمان من شي سنتين تقريبا. يا جماعة عن جد فقدان الأخ صعب، عن جد بكسر القلب، عن جد ما في شي بعوض فقدان الأخ. الله يعينها، فعليا الله يعينها، يعني قادرة أحس ولو جزئيا بهي شو حاسة هلا، وخاصة إنه واضح جدا عبر صورهم على السوشيال ميديا والفيديوهات اللي بتجمعهم قديش هم فعلا أخين مترابطين جدا. هي بالنسبة لإله مو بس أخت، هي أخته وأمه وسند كبير بالنسبة لإله، وصديقة مقربة، هذا الشيء واضح جدا حتى للأشخاص اللي ما كانوا يتابعوهم طول الوقت بلاحظوا هذا الشيء بسهولة، بلاحظوا الترابط الكبير اللي بيناتهم، المحبة الكبيرة اللي بتجمعهم. طبعا هذا طبيعي مع أي أخ وأخت، لكن فعلا يعني الله يعينها ويصبر قلبها فعليا. ما رح أحكي عن تاريخ فني أو عن أغاني أو عن أغاني الطرب اللي غناها الراحل، لكن أنا هون بس بدي أقول من قلبي الله يرحمه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني أكيد تكون مكانته عالية، وبكون ربنا عوضه بالسماء بأشياء كتير أحلى من الحياة، وهذا الإشي اللي بيصبر الإنسان وبيعزي قلبه وبيربط على قلبه إنه أكيد أكيد الحياة بالسماء أحلى وعند ربنا أكيد أحلى من كل وجع قلب الدنيا هاي ومن كل التعب اللي بنشوفه. إحنا من عند ربنا بنرتاح لأن ربنا هو الرحمة، ربنا هو المغفرة، ربنا هو المحبة. ربنا لما بيختار إنسان بياخده عنده أكيد بيختار الحكمة. فيا رب ارحم الفنان الكبير جورج الراسي وصبر قلب عيلته وقلب ابنه هالطفل الصغير اللي فقد ابوه، وهذا شعور كمان كتير سيء لما يكون طفل صغير بعده عم يبني شخصية، بعده عم يبني كيان، بعده عم يبني حضور في الحياة، وفجأة بحادث مفجع جدا اللي فقد ابوه. هذا الشيء كتير صعب وكتير مؤلم عن جد عن جد، يعني لا فقدان الأخ سهل ولا فقدان الأب سهل ولا فقدان الإبن سهل ولا أي نوع من الفقدان سهل، لكن فعلا هدول الثلاث فقدان كتير صعبين. يعني الله يصبر قلب أمه وأخواته وابنه هالطفل اللي إن شاء الله رح يكون امتداد لأبوه، وإن شاء الله بيحقق مكانة عالية في الحياة، وإن شاء الله بيكون العزاء لأهل أبوه عن أبوه، لأنه عن جد إشي كتير صعب فقدان الإبن وفقدان الأخ. الله يصبرهم عن جد. وإحنا يعني يمكن سلوان هيكون
لما نتذكر هالصوت المميز اللي فعلا قدم وصلات طربية رائعة وأغاني فعلا فيها معاني راقية جدا. الله يصبر أهله ويصبر محبيه ويصبرنا جميعا. وبالآخر الموت سنة الحياة وجزء من الحياة، ما حدا بيعيش وبضل مخلد، كلنا رح نموت، فهذا الإشي أكيد هو جزء من سنة الحياة الموت. الله يصبر عائلة الفنان جورج الراسي ويصبر محبي وكل العزاء لقلوبهم وقلوبنا جميعا. ضلوا دائما بألف خير، وتذكروا دائما عن جد عن جد، حاولوا قد ما تقدروا حتى لو ما كنتوا حاسبين حساب انه تقضوا وقت مع الناس اللي بتحبوهم، لانه الموت يعني بلحظة بيخطف اي انسان، بيخطفنا وبيخطف اي انسان. فعن جد لازم نحاول نقضي وقت حتى لو كانت الظروف ما بتساعد، حاولوا حاولوا قد ما تقدروا تقضوا وقت مع الناس اللي بتحبوهم، لانه عن جد الاحداث بتصير بلمح البصر، ما بنحسب لها حساب. الله يرحمه ويرحم كمان منسقة أعماله اللي توفت معاه زينة، ويصبر قلوب أهلهم، وإن شاء الله يا رب يعني الله بعوضهم خير بالسماء، العوض بالسماء أكيد أكيد خير. ضلوا دائما بألف خير، وانتبهوا كتير على حالكم من السرعة وحوادث السير وأي أماكن مش موجود فيها شواخص مرورية، لأنه هذا اللي صار مع الراحل، انه الشارع الحدودي اللي كان عم يمر فيه بين لبنان وسوريا ما كان فيه موجود اضاءة على شواخص المرورية، ولا حتى يعني كم كافي من الشواخص المرورية، هو الحاجز الاسمنتي كتير موقعه سيء للأسف كان، ولذلك اصطدم فيه الراحل وقدر الله وما شاء فعل. ضلوا دائما بألف خير وانتبهوا حالكم من السرعة.